السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادة اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم هو المبتدأ والخبر. نقول اقرأ: الماء سر الحياة بعد الهواء. المبتدأ والخبر أعزائي الطلبة، أول شيء المبتدأ هو اسم والخبر هو اسم، يعني وإحنا عرفنا شنو الأسماء. الأسماء يا أما تكون نكرة يا أما تكون معرفة. إذن المبتدأ هو اسم والخبر هو اسم. فعندي الماء سر الحياة، بعض الماء سر الحياة، هذا مبتدأ وهذا خبر. زين، والإنسان معتمد، الإنسان مبتدأ ومعتمد خبر. زين، وجسمه مليء، جسمه مليء، مليء، هاي مبتدأ وخبر. زين، احنا هسه شنو قلنا؟ المبتدأ والخبر هن اسماء. عندنا شيء ثاني، انه مثلا الرافدان نهران، الرافدان نهران، الرافدان، الرافدان مبتدأ ونهران خبر. هسه جاي نعرف انه احنا المبتدأ والخبر اسمان. زين، مرات المبتدأ والخبر قد تكون جملة اسمية، يعني شنو؟ تبدأ باسم، مثل الماء سر الحياة، تبدأ بجملة اسمية. أحيانا السر مثلا الماء مبتدأ، سر خبر، الحياة شنو؟ قلنا احنا إذا نكرة تبعتها معرفة فهو يصير مضاف إليه، خلوها ببالكم. أي نكرة تتبعها معرفة، والمعرفة شلون نعرفها؟ بها ألف ولام، بها ألف ولام أو اسم، أو اسم علم، إذا هي يعتبر مضاف إليه. الشيء الآخر مثلا الرافدان نهران، هنا الرافدان نهران هو مبتدأ وخبر، بس هنا شنو؟ من المثنى، فرح نوصل إلى أنه المفرد، المبتدأ والخبر إن كان مفرد علامة رفعهما الضمة، وإن كان مثنى علامة رفعهما الألف، مثل الرافدان نهران. أيضا رح نشوف شيء ثاني، أنه مثلا العراقيون قادمون، قادمون العراقيون، المبتدأ والخبر إذا كان جمع مذكر سالم يرفع علامة رفعه الواو، هاي أيضا الشيء الثاني الثالث. الشيء الآخر أنه إذا كان جمع مؤنث سالم يرفع علامة رفع الضمة. زين، هاي الأشياء الأساسية اللي بالمبتدأ والخبر. نرجع ونقول أنه المبتدأ والخبر هن أسماء، المبتدأ اسم والخبر اسم. ومن الأمثلة التي فيها مبتدأ وخبر: العلم خير من المال، العلم مبتدأ وخير خبر. دائما خير الخبر دائما يجي مرات نكرة غالبا. الأمهات عطوفات، الأمهات مبتدأ عطوفات، الزوجان سعيدان، المواطنون محبوبون لأرضهم. زين، نوصل إلى التعريف إلى المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم معروف مرفوع معرفة، شوفوا المبتدأ اسم مرفوع معرفة، يعني لازم المبتدأ والخبر ما يجي نكرة، خلوها ببالكم. وإذا إجى نكرة لازم اللي يجي وراه مضاف إليه، تبهوا. أحيانا المبتدأ يجي نكرة، زين، فمثلا أقول كتاب علي جميل، وين المبتدأ؟ المبتدأ كتاب، بس علي هنا مو خبر، ليش؟ لأن إجا نكرة انضافت إلى معرفة، فاسم مرفوع معرفة لازم يكون معرفة، يقع في أول الجملة ويحتاج إلى خبر. أحيانا يقول هو جملة، هو جملة اسمية، المبتدأ والخبر جملة اسمية. زين، الشيء الآخر قلنا أنه علامة رفع الضمة إذا كان مفرد أو جمع مؤنث سالم، وعلامة رفع الألف إذا كان مثنى، وعلامة رفع الواو إذا كان جمع مذكر سالم. أحيانا يعني أحيانا أنه الخبر ما موجود، يعني شلون الخبر ما موجود؟ يعني الخبر يجي جملة فعلية، خلوها ببالكم. الخبر مرات يجي جملة فعلية، مثلا المواطنون يحبون، يحبون هنا فعل، أو أحمد يكتب الدرس، أحمد هنا الاسم صح؟ المبتدأ. وين الخبر؟ الخبر الجملة الفعلية. أحيانا يكون الخبر جملة فعلية، مبتدأ ما يصير جملة فعلية. زين، الخبر أحيانا يكون جملة فعلية، وأحيانا يكون جملة جار ومجرور، يعني جملة اسمية
او اللي نسميها احنا شبه جمله بصوره ادق، يعني مثلا في المدرسه في مثلا الكتاب في الحقيبه، الكتاب في الحقيبه، الكتاب مبتدا في حرف جر والحقيبه اسم مجرور، اذا وين الخبر؟ الخبر هو الجمله الاسميه. هاي احنا احيانا يجيبوها وجابوها سنه من السنين بالامتحانات، ان الابرار يشربون، ان الابرار يشربون، الابرار هسه احنا ان ما اخذناها، بس الابرار هو اسم ان يعني المبتدا. الخبر وين؟ يشربون، يشربون الجمله الفعليه. هاي خلوها ببالكم. زين نجي مثال للاعراب، يقول العاملتان مخلصتان. شوفوا العاملتان هذا مثنى، فرأسنا عربة، مبتدا مرفوع بالالف، وهذا خبر مرفوع بالالف. المهندسون ماهرون، مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، وماهرون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. راح نبدا وياكم بحل تمارين صفحه 21 اللي هي استخرج المبتدا والخبر من الجمل التاليه وبين علامه رفعهما والسبب. يعني شنو السبب ليش انا رفعتها؟ اقول لانهما مفرد، لانها جمع مذكر سالم، لانها مثنى، هذا السبب، لانه جمع لانه مثنى. زين نجي على الجمله الاولى، يقول قمه الجبل مرتفعه. باعوا اللي قلت لكم عليها تذكرون هسه، قمه الجبل مرتفعه. باعون وين النكره؟ هاي نكره، شوفوها نكره. احنا قلنا المبتدا لازم معرفه، ما يجي نكره، لازم شو يصير؟ لازم يجي مضاف اليه على مود يصير معرفه، لان نكره اكتسبت التعريف معرف الاضافه. فاذا قمه هنا قمه هي المبتدا، الخبر وين؟ مرتفعه الخبر. زين اذا قمه مبتدا المرتفعه خبر، علامه رفعهما الضمه الظاهره على اخره. ليش؟ لانه مفرد. السبب نخيل العراق. باعوا ايضا نخيل نكره، اذا النخيل المبتدا والعراق مضاف اليه، وكثير الخبر. الكتابان مفيدان، هذا مبتدا الكتابان وهذا مفيدان ايضا الخبر، اثنينهم علامه رفعهما الالف. ليش؟ لانهما مثنى. الطائرات محلقات، الطائرات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ومحلقات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. المعلمون عائدون، المعلمون عائدون، المعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وعائدون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. زين احنا ايش راح نسوي؟ راح نبدي نسوي، نقول هنا المبتدا علامه رفعه السبب، وهنا نقول الخبر علامه رفعه السبب. اجي اول واحد راح اقول، اقول اولا قمه علامه رفع الضمه، السبب مفرد، الخبر مرتفعه علامه رفع الضمه، السبب شنو؟ مفرد. ثانيا نخيل الضمه مفرد، كثير كثير الضمه مفرد. أجي ثالثا مبتدأ وين؟ الكتابان علامة رفع الألف. ليش؟ لأنه مثنى. مفيدان خبر شنو هو؟ مفيدان علامة رفع الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. الطائرات أربعة، الطائرات محلقات، الطائرات علامة رفع الضمة. ليش؟ جمع مؤنث سالم. محلقات الضمة جمع مؤنث سالم. زين المعلمون خمسة، المعلمون، المعلمون شنو؟ الواو. ليش؟ جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم.
وراها شنو؟ عائدون، الواو جمع مذكر سالم، بعد عد منه ستة، الإرهاب، شوفوا هنا الإرهاب مبتدأ، علامة الضمة شنو علامة لأنه مفرد، الخبر منه عدو، هنا علامة شنو الضمة لأنه مفرد، وشوفوا عدو الشعوب، إذا عدو نكرة مضافت إلى معرفة فإذا مضاف إليه، خلوها ببالكم دائما النكرة عندما تضاف إلى معرفة يكون الوراء مضاف إليه، ودائما وارجع وأقول لكم دائما خلوها ببالكم أنه المبتدأ إذا إجا نكرة فالوراء مضاف إليه، زين، وأيضا مثلا هذا كتاب الذي بيده الكتاب الذي وهذا، لأن ينعرب المبتدأ إلى جانب في بداية الجملة، يعني للطالب يخربط ويحس، لأن عادي ينعرب يعني الذي هو إعرابه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نجي هسه هنا يقول الناجحون، ضع خبرا الناجحون باعوا، واو جمع لازم أقول فرحون، الكتاب مفيد، الناجحون فرحون، الكتاب مفيد، الشجرتان مثنى مثمرتان، المعلمات مجدات، العاملان المجدان نشيطان. قد هسه هذا مو موضوعنا، بس هنا أنا قد واحد يسأل يقول شنو المجدان؟ المجدان ما لنا علاقة بها، هنا المجدان هي صفة، شوفوا بما أنه إجا ألف ولام هنا وألف ولام هنا، فما يصير مضاف إليه، مضاف إليه يجي خلف النكرة، بس هنا المجدان هنا صفة، العاملان المجدان، لأن أقدر ألغيها أقول العاملان نشيطان. هسه هذا مو موضوعنا، لأن مو موضوعكم أنتم الصفة. نجي هنا ضع مبتدأ الكتاب مفيد، الطفلة نائمة، الشارعان واسعان، الممرضات ساهرات في المستشفى، المعلمون مجتمعون في إدارة المدرسة. هذا بالنسبة لحل التمرين الثالث. نجي على تمرين جدا مهم وهو اعرب ما يأتي، اعرب ما يأتي. نجي الطيار ماهر، الطيار بما أنه عندي آني بالبداية فأقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ماهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نجي الجملة الوراها، المعلمون حريصون، المعلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، حريصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، المعلمون حريصون على التلاميذ على حرف جر، على حرف جر، والتلاميذ اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة. نجي وراها، التلميذات نشيطات، التلميذات تو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نشيطات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الوالدان محترمان، الوالدان
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. محترمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذا بالنسبة لكل ما موجود بالإعراب. نرجع لهنا ننتهي درسنا، بس نذكركم أنه المبتدأ والخبر اثنين هن أسماء، المبتدأ اسم والخبر اسم. المبتدأ يجب أن يكون معرفة، وإذا كان نكرة فيكتسب التعريف من خلال معرف بالإضافة مضاف إليه، يعني معرف بالإضافة، مثل نخل العراق، مثل كتاب علي، مثل قلم زيد. هذا كله نكرة مضافت إلى معرفة على مود يصير المبتدأ ينعرب مبتدأ مرفوع، واللي يجي وراه ينعرب مضاف إليه. لهنا درسنا انتهى. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.